اعمل باك كنترولر الاكس كومبوننت بي تي دي واي كوس اكس بي تي دي ماينس زد. مش اليو في اتجاه الواي اليو ده اليو انيشيال بتاع الماينس معتمد انها انما هي هتكمل ازاي مش هيفضل الحقيقه ليها توفيق في واحد واي واحد في الزد ما ده هيبان في الكونديشنز هو ان جنرال ليها ثلاث كومبوننت الانيشيال كونديشن اللي هتحدد البيهيفير بتاعها عامل ازاي فعندنا ام دي يو باي تي هتبقى كروس برودكت دوت اي اكس كروس اي اكس اللي هي يو اي واي كروس اي اكس اللي هي ماينس اي زد يبقى عندنا هنا ماينس يو يو واي دي رو هنا دي زد وبعدين اخيرا اكس زد في اكس اللي هي تدينا الواي يبقى في الحقيقه الفيكتور اكتشن دي عباره عن كام؟ لما ثلاثة هتفضل زيرو فور ايفر تمام؟ يبقى من هنا يو اكس هتبقى كونستنت والكونستنت ده بيساوي زيرو بيز ابون اليو عند تايم زيرو هو عباره عن يو نود من ايه؟ ده الايشن كونديشن بتاعها. نعم. الايكويشن الاثنين التانيين بقى اللي هي بتعمل تربط ما بين الايه؟ اليو واي واليو زد تمام؟ ما اقدرش احل يعني عشان احلهم لازم اخد بريفت بديل التايم بالنسبه للتايم واعوض اليو زد هنا من الايكويشن الثاني فهمت كده؟ يعني ما عشان انا عندي دلوقتي كانها كومن ايكويشن في تو فاريبلز اللي هو يو واي ويو زد تمام؟ عشان احلها از سنجل ايكويشن بعمل اخد الدريفيتيف بتاع الكلام ده بالنسبه لتي فيبقى عندي هنا دي يو زد باي دي تي واسبستيوت بدي يو زد باي دي تي والايه؟ اليو واي فيطلع لي ايكويشن واحده في واي نفس الكلام انا اقدر اعمله بالايه؟ بالزد بس يكفيني ايه؟ واحده منهم في الحقيقه من التو ايكويشنز دول هيدوني ان ام بلس انذر كونستنت سي 2 بساين ايه؟
اوميجا 3 تمام. الاوميجا اللي هنا اللي هي هتبقى المفروض الترم ده هنسميه اوميجا سكوير بيبقى كيلو بي نوت على ان كل سكوير. الاوميجا هي كيو بي نوت على الكونستنت العام تمام. وبالتالي لو اليو واي بهذا الشكل اقدر اقول اطلع اليو زد من الايكويشن دي او من الايكويشن اللي فوق ان انا اخد لها دريفل. يعني اقدر اقول اليو زد في الحقيقه لو جبت اليو واي بهذا الشكل يبقى اليو زد من الايكويشن دي انا عباره عن كام؟ عباره عن ام على كيو بي نود اللي هي واحد على اوميجا صح؟ ام على كيو بي نود قلنا انها اوميجا يعني كانها واحد اوفر اوميجا تمام؟ الديريفاتيف بتاع الايه؟ اليو واي اللي هي هتديني عباره عن ماينس سي 1 ساين اوميجا تي بلس في اوميجا طبعا. والاوميجا دي بقى يعني اعملها على خطوه واحده ولا انت ماشي اوميجا ساين اوميجا تي بلس سي 2 اوميجا برضو كوساين اوميجا ده كله عباره عن ايه يو زد اللي هي يبقى انا اقدر اقول يو زد عندنا عباره عن ماينس سي 1 ساين اوميجا تي بلس سي 2 كوساين اوميجا. طيب هنا الانيشال كونديشن بقى يبدا يلعب دور. وهنا انا عايز الانيشال كل ال الروستي الونج الايه؟ الونج الواي. نعم. ده حل الايكويشن دي خدت الديفرنشال ايكويشن اللي عندك ايكويشن دي سكوير اف اكس باي بي اكس سكوير بلس كونس سكوير اللي هي بتسميها ساعات كي نود او كي سكوير في الفانكشن دي حلها يبقى عندك ساين او كوزاين او اكسبوننشال دي حل الديفرنشال ايكويشن خدتوها في الاعداد. مش سيبك انا نعوض ان دي سكوير بالام ونقول ام سكوير بلس كذا ونعوض الاكسبوننشال. ايوه بالظبط. الاوميجا مالها؟ انا اللي فرضها ولا لا؟ الاوميجا سكوير فاضلها ازاي؟ انا اللي فرض ان الاوميجا سكوير بتساوي بس بدل ما اقعد اكتبها كده يعني مش لطيفه ان انا اقعد اكتب بتاع كيو في بي على ام يعني فاهم؟ انما لما اكتبها اوميجا الشكل بيبقى الطف يعني. معلش المعادله الفضليه والايكويشن في ميت مش شفت بعض دي خالص؟ شفتها بس انا مش يعني دي ايكويشن مشهوره جدا يعني دي بتحلها ليها حلين يعني دايما اي طبعا سكند اوردر اللي عندك تو سولوشن تو اندبندنت سولوشن لو ثيرد اوردر بيبقى عندك ثري اندبندنت سولوشن. فهنا التو اندبندنت سولوشن دي ممكن تكتبها بطريقتين. في ممكن تكتبها بدايركت اكسبوننشال اللي هي ذا اي الفا تي ذا اي ماينس الفا تي ممكن تكتبها ساين وكوساين فده الحل. لو عايز تبروف ان انا الحل سيمبلي سبستيوت بيها لما اجي اعوض كوساين اوميجا تي مثلا هنا الفيرست ديريفيتيف هتديني ماينس ساين وبعدين السكند ديريفيتيف الماكرو ديريفيتيف الثاني هتديني ماينس اوميجا كوساين اوميجا سكوير او الفا سكوير يعني ايا كان فالكنسل كده بس. فهي دي ده حل الايكويشن دي. اعتقد انت خدت حاجات اصعب من كده بقى لما يبقى هنا عندي فانكشن ثانيه وازاي تجيب البارتيكولر سولوشن وتجمع عليه السولوشن الكلام ده كله. بس هنا الدنيا ايه بسيطه لان ما عنديش بارتيكولر سولوشن لان هي كلها بس. طيب يبقى انا عندي ادي اليو واي وادي اليو زد. نيجي بقى للنيشر كونديشن. هنا عندي تايم تي كان اليو ملهاش الا كومبوننت واحده في اتجاه الايه؟ اتجاه الواي. يعني لما اعوض بتي بزيرو يو زد دي تطلع كام؟ بالظبط كده. يبقى انا عندي دلوقتي عندي تي بزيرو لازم اليو زد بزيرو يبقى زيرو تمام؟ احنا اوريدي استخدمنا باوند كونديشن ان احنا جبنا الكومبوننت دي انها على طول اول ذا واي بزيرو. بس هنستخدمها كمان في هنا في ان احنا نعرف من هنا بقى المفروض ان الكونستنت سي 2 ده
لازم يساوي زي. تمام؟ طيب الكرسة السي 2 بيساوي زيرو. طب ما انا عندي كمان يبقى اليو بقت عندي عبارة عن ايه؟ تو كومبوننت عبارة عن سي 1 كوزاين ماينس سي 1 ساين. يعني الوسط دلوقتي تبقى عبارة عن سي 1 كوزاين اوميجا تي في اتجاه الاكس في اتجاه الواي بلس او سوري ماينس سي 1 بقى لو حطيت تساوي كام؟ يو نوت بالظبط عشان بقى كمان يبقى سي 1 بتساوي يو نوت وبالتالي يبقى البلس دي تساوي ايه عباره عن يو نوت كلام تمام؟ يعني البلس في الفيد ده لازم تبقى ليها اثنين كومبوننت الاثنين نورمال على الايه؟ الاكس واحده في الواي واحده في الزد. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز تفاصيل ايه في البيانات وبعدين
هيبدا بعد مثلا كوارتر اوف ذا تايم، ربع الروتيشن تايم او السايكل تايم بتاع البارتكل، الاقي ان هو بقى كل الفلوستي هتبقى في اتجاه الزد وزيرو هي اللي في الواقع. يبقى ساعتها الاقي ان اليو دي بدل ما هي هيبقى الكوزاين هنا زيرو والساين هي اللي ماكسيمم، تمام؟ والساين ماكسيمم في الحقيقه هتبقى في اتجاه الايه؟ النيجاتيف زد. فهو في الحقيقه هي النيجاتيف زد، صح؟ يا روتيشن مش فوق، يبقى هو جاي من فوق لتحت. هو جاي كده. كلام سليم. تقدر تجيب من هنا الـ radius
بتاع الريتوشن بتاعك اللي هو يبقى يو نود على كيو بي نود على ام. لو عايز تجيب التراجكتوري اكس وزد او سوري واي وزد از فانكشن في تايم ممكن تعمل انتجريشن للكلام ده تاني. بس ساعتها لازم عشان تعمل انتجريشن للكلام ده تاني يبقى لازم تفترض سيرتن انيشال كونديشن ان انت بادئ من سيرتن مثلا بوزيشن واي نود وزد نود تمام، بحيث ان انت هتجيب معادله السيرت اللي هي تبقى التراجكتوري. فانت توصل نفس النتيجه يعني، بس هتبقى الباوند كونديشن اصعب شويه لانك ساعتها هيبقى دايما في علاقه بين السيهات اللي عندك، يعني هتحط في 1 اكسبونشال مثلا بوزيتيف وسي 2 اكسبونشال نيجاتيف، وهتبقى مطالب ان انت على تايم بتساوي 0 الكلام ده يساوي 0، فيبقى العلاقه الاولانيه ان السيهات دي مجموعها على بعض والفرق بينها يبقى ايه؟ يبقى 0 تمام؟ وبعدين ترجع تعوض فوق هتديك الكوزاين هي بس هتبقى هي سايد كوزاين؟ لا ليه؟ لا ده اكسبونشال لماجنري اذا ذا اي اوميجا تي تبقى عندي دي لو عملتها تبقى اذا اي اوميجا تي تمام؟ بلس سي ماينس اي اوميجا تي تمام؟ فدي اللي هتديني ساين كوزاين هي نفس العلاقات كده بس اقعد شويه بدل ما يبقى عندي تبقى اصعب شويه. لما ساين وكوزاين في الحاله دي هتسهل لي الدنيا لان هتكمبلاي او تمشي مع الباوند كونديشن بسهوله. واضحه؟ انا ما قعدتش احاور ولا حاجه، ما قعدتش احاور. بتكلم على عايز اجيب لو عايز تجيب ما انا بقول لك انتجريت دي يعني هتيجي تحط بقى اليو دي عباره عن ايه؟ عبارة عن دي واي باي دي تي اتجاه الايه؟ دي واي بلس دي زد باي دي تي اتجاه الزد. الانتجريت دي مع الواي سهلة مش صعبة، بس تحط باوند كونديشن تمام؟ الانتجريت دي مع اللي هي دي زد باي دي تي برضه فور سيرتن انيشال كونديشن هتوصف لك زي بارامتريك ايكويشن السيرفر مش اكتر. طيب لو عايزين تعرف شويه مثال، هي دي هدف المساله، بس مجرد ان انت تعرف ان في الايفكت بتاعه على الايه؟ على الشارج، بس تتحرك الشارج عليها فوق، الفورس دي هتدي زي لمس عندك. السؤال الثاني بقى بيقول لك كانت فلو من هنا كونداكتور فاينايت لون كواكس لاين اند ريتيرنز فايا ذا اوتر كونداكتور ذا ريديس اوف ذا انر كونداكتور از ايه اند ذا انر الأفضل الذي يجب أن يكون 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 دي برضه من المسائل اللطيفة إن أنت تعرف بينها إن أنت إزاي تديبلوي أو تديبلوي بيرز لوف إن أنت تعرف ما بين كتير ديفرنتلي. جزء كبير من البروبلم سولوشن إن أنت ترسم البروبلم وتتخيل إيه اللي بيحصل فيها. ساعتها بيبقى الحل بيبقى جاست ستريت فورورد، يعني جزء كبير منها بيبقى جزء كبير من الحل، يعني بيبقى ان انت تبلوت الايه البروبلم اللي عليك. فالبروبلم دي هو وصفها لك فيربلي كده، بيقول لك عندك تو كونداكتورز واحد انر واحد اوتر عاملين كواكسيال لاير تمام. الانر ده هو ليه راديوس ايه الاوتر له ليتو رادياي بي ان سي. ده كله كوندكتور على بعضه ممتاز، ودي برضه كلها كوندكتور على ايه؟ على بعضها تمام. الكرنت ماشي في دايركشن معين في الكوندكتور الانر وراجع في في الاوتر. ده مثال حي زي مثلا زي الكواكسل كيبل مثلا الكابلات اللي عندنا دي لو هي شايله دي سي او فيري لو فريكونسي سيجنال بتبقى الكرنت ماشي في انر كوندكتور وراجع من الايه؟ من الاوتر كوندكتور او العكس، بس ان ده واير وده ايه؟ كوندكتور التاني تمام؟ فده تيبيكال كواكسل كيبل.
حاجه غريبه. طبعا هو ما ادانيش هنا الديستريبيوشن بتاع الكرنت عامل ازاي، فطبعا الديستريبيوشن المنطقي او اللي احنا نقدر نتخيله هو اسيوم ان هو يونيفورم كرنت، تمام؟ فيبقى عندي هنا كان يونيفورم كرنت، هو مديني بس التوتال كرنت كام؟ كانت 2 اي، حتى مش مديني الدايركشن. فممكن نسيوم مثلا نحط اكسين عندنا وهيبقى عندي الزد اكسس اكوردنج، هيبقى هو الايه؟ خارج برضه. ممكن اخلي بقى الكرنت في اتجاه الايه؟ في الانر كوندكتور في اتجاه البوزيتيف زد، تمام؟ دي براحتك يعني، يعني حسب البلوتنج او الرسم اللي انت هتعمله هيبقى الحل ريفلكتنج ليه. خدته نيجاتيف يبقى الحل ريفلكتنج الرسم اللي بتعمله، خدته بوزيتيف يبقى الحل برضه ريفلكتنج. انت حر واحد فيه معاكس تاني بس براحتك يعني، وافرض واحد جه قال انا عايزه في اتجاه نيجاتيف، اوكي مش مشكله. بس ايه يبقى السولوشنز اللي تطلعه يبقى كورسبوندنج للرسم، ما يبقاش حاجه ثانيه. يعني غلط او صح ريليتيف للايه؟ للفيجر اللي انت راسمه وتخيلك الكرنت او الرسم الكرنت يعني. فهنقول مثلا الكرنت اللي فوق اتجاه البوست زد يعني هنحطه ان ده اللي يمثل اتجاه الكرنت. طبعا انتوا عارفين الستاندرد روتيشن البوست دي بريزنت انها فيلد اوتورد من الاي بول زي الارو كده، الارو اللي بيجيلك تشوف اول حاجه منها ايه؟ التب. ولو هو بيخرج ولو انت شايفه ماشي كده هتشوف المفروض ان هو ايه؟ كروس او الاثر بتاعه يعني كده هو يعني بس تفتكر يعني. فالدوت ده اللي هو ايه؟ جاي عليك من بره، تمام؟ فده ايه؟ الكرنت المفروض ده توزيع الكرنت جوه، تمام؟ طيب لو هو ليها ريديس ايه؟ والكرنت في اتجاه زد، اقدر اعرف الكرنت ديستي في الريجن دي كام؟ حد يقدر يقول لي؟ بالظبط اي على الاريا اللي هي باي ده في اتجاه الايه؟ الزد. ده في الريجن اللي هي قلنا رو اقل من ايه؟ من ايه؟ رو هو ولا رو اقل من ايه؟ تمام؟ يبقى ده في الريجن دوت، يبقى ده الايه؟ كرنت الفوليومتريك كرنت داستي او كرنت جرينيك اريا هيبقى ايه؟ ليه هذا. طيب هيجي يرجع لي من الايه؟ اوتر كوندكتور دوت في الاتجاه العكسي. يعني اتوقع الايه؟ طبعا ايه؟ مفيش داعي ان انا اقعد اسيبه كله يعني هو يونيفورم يعني. وزع شويه. حلو الكلام؟ يبقى ده في الريجن اللي بره، تمام؟ في الريجن اللي هي ما بين بي وسي هيبقى في اتجاه ايه بقى؟ في اتجاه العكس اللي هو ماينس اي متوزع على اريا قد ايه بقى؟ اللي هي الانيولار اريا دي اللي هي الديفرنس ما بين بالظبط الديفرنس ما بين الاريا الكبيره دي اللي هي باي سي سكوير ماينس باي بي سكوير سي سكوير ماينس و زيرو اذروايز يعني فاهم؟ بقيت الدنيا زيرو مفيش ناقص المطلوب عايز المجال كتير عايز المجال كتير افري وير طب زيرو عايز يلزمه كمان بعد ما يخلص مع الريديوس ار هو معلش كده واخد الار اللي هي الرو تمام؟ طيب انا كده خلصت الايه؟ الكرنت ديست. طيب انا عايز اجيب الماجنتيك فيلد في كل ريجن من دول، تمام؟ ابدا ايه؟ طبعا في سيمتري عندي، في عندي سلندريكال سيمتري، فاتوقع الماجنتيك فيلد المفروض ان هو هيبقى في اتجاه الازيموت او اتجاه الفاي، هيبقى الديبندنس بتاعه بس في اتجاه الايه؟ الار، او بمعنى اخر الديبندنس مع الار وهو في اتجاه الفاي. يعني اتوقع من السيمتري هو اتجاه الفانكشن في الار في اتجاه الايه؟
والاجل بتاع الكلام ده اتكلمنا عنه في الايه في المحاضرات ازاي نعرف الايه الارض بتاع السنس جاء فيه و كأنه زي الانفاينايت واير اشترط الانفاينايت واير على اشترط بنفس الباكيت دي برضه اتجاه فهي نفس الكلام السيمتري ارجيومنت طبعا هي فاكشن في الارض مش محتاجه كلام لان لما اتحرك في الزيت او اتحرك في الفايل ما بغيرش الوضع عندي اي حاجه بالنسبه للفايل الارجيومنت تنقسم لجزئين جزء منها ان انت دلوقتي الماجنت فيلد لازم يبقى نورمال على اتجاه الكرنت تمام نورمال على اتجاه الكرنت اللي هي لو كانت في اتجاه الزد يبقى هو ما عندكش الا تو كومبوننتس اللي هي الفاي والار وبعدين جينا على الارجيو بتاعت الار وعملنا تريك كده بنقعد نعكس الكرنت يعكس الماجنت فيلد روتيت البتاع فنلاقي الكرنت عكس الاتجاه فلازم الريدي كومبوننت كانسل اوت ما بقاش عندنا الايه ازمه الكومبوننت بس فهي نفس الارجيو ابلاي مع الكونفيجريشن ده بنفس الطريقه تمام طيب يا ادي الماجنت فيلد يبقى نبدا بقى ايه نجيب هذا الماجنت فيلد للسمك دي نابلاي امبير فلو مره ناخد الريدس بتاعنا وان جنرال امبير فلو تقول لي الانتجرال بتاع دي دوت دي ال على كلوز كونتور هو عباره عن مين هو بس انا ما عنديش فاجئت ماتيريال برضه هنا ما جبتش سيرت اي ماتيريال يبقى اسيوم انها اللي ايه الفاكيوم او الامتي ستيتس يعني مفيش اي ماجيك ماتيريال عندك فيبقى هي امبيرز لو سورت اوف بريمتس يبقى مين هو في الايه في الاي كلوز حيث الاي كلوز اللي هي كلوز كرنت بيلت كونتورز طيب نبدا ناخد بقى في كيسز عندنا اولا لو انا عندي لو خدت الرو دي اصغر من ايه؟ باخد الايه الدايركشن بتاعي كده باخد الرو بتاعي اهو الكيس الاولانيه هاخد اللي هو بير سيركل الريديس بتاعها اصغر من الانر كوندكتور ريديس تمام يبقى البي دوت دي ال عندي فده اتجاه الفاي فالبي دوت دي ال عندي كام؟ بي في السيركمفرنس اللي انا شايفين لان نفس الايه؟ نفس الريديس هو هو فهيبقى عندي العلاقه دي عباره عن دي اوف ار دي 2 باي وانا هنا بدات رو 2 باي رو بتساوي الاي نيو نود في الاي كلوز الاي كلوز هنا كام بقى؟ الجي في الاريا اللي عندي تمام ولو هي فيها ديستريبيوشن كنت انتجريت اوفر الاريا من زيرو لحد رو تمام فهي سنها يونيفورم جاست هملتبلاي بالاريا بتاع الايه؟ السيركل اللي هي باوندد بالايه؟ بالسيركل فيبقى عندي اي على باي اي سكوير وناخد اتجاه البوست لان انا لو ده سيركل كده يبقى اتجاه البوست هو اتجاه المركيب مع السي في الدايركشن اللي انا عامله يبقى اتجاه البوست هو ده فيبقى دوت مضروب في باي روت اللي هي الاريا باوندد اللي ماشي فيها الكلام ده مظبوط كده يبقى الفي اوف رو يطلع لي كام بقى؟ هقدر اكنسل دون لما السكوير يبقى الـ في اوف رو يطلع لي نيو نوت اي على 2 باي اي سكوير رو ده في الريجن الاول تمام؟ نعم ده زي جاوس ده امبير فلو نفس السيمتري ارجو نعم بس ده برضه طلع فيه بره ايوه انا قايل لكم ان امبير فلو هو المقابل لجاوس بتغير مع روت اخر مش هيأثر على حركه
دي قصه ثانيه. طب ده سؤال، كويس قوي، سؤال حلو قوي. هو كان بيسال، هو دلوقتي المجال الخفيف ده مش هيأثر على حركه الالكترون؟ طبعا تمام، هيبقى في ديب كروستين، ويمكن من دي من الحاجات اللي بيسموها هولد افكت. ما اعرفش سمعت عنها ولا لا، هولد افكت ان هو هول افكت، هول افكت ان هو مع حركه الالكترونز المجنتيك فيلد نفسه بيأثر على حركه الالكترونز دي. تمام، فيبقى عندي هنا في كروس بي البلس في اتجاه الزد، تمام، والمجنتيك فيلد في هذا الاتجاه، فيبقى عندي هنا في كروس بي. لو جيت اشوفها بالظبط بقى البي كده، تمام، البي كروس البي كده، هيبقى عندي مجنتيك فيلد بيبعد الشارج ناحيه السيرفس ده. بي كوس بي هيجيبها تقل جوه، هيشد الايه؟ الكرنت ناحيه السنتر بتاع الايه؟ بتاع هنا الكوندكتور، فيغير الاستيميشن بتاع الكرنت بس. بس هو ده طبعا ايه؟ ده سكندري افكت احنا مهملين دلوقتي، احنا بنأسيوم ان هو جاست ان انا عندي يونيفورم كرنت، انما هو الافكت ده موجود بيأثر. نعم ماشي، انا ما بقولش ان انا هيعمل ورك، انا بقول لك ان هو هيغير التراجكتور، زي ما انا البارتكل اللي انا درسته في اول مساله دوت، ما هو بيغير الرياكشن بتاع الفلوستي، عامل سيركلر موشن بس ما ادانيش ورك. لكن الفلوستي اللي في الاتجاه ده زي ما هي، لا 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 لا، هتلاقي ان هو هيأتراكت، هيغير الديستريبيوشن بتاع الكارت، هي هتبقى هي بروبلم مش سهله يعني. فاحنا بنجلكت الايفكت ده، خلاص الاجابه يعني. اتجاه الفايبر، لو عندي لو كرنت، قصدك لو كرنت نان يونيفورم، بس هي يونيفورم في اتجاه الرو بس، كان هيبقى برضه المجال في نفس السلك اللي بتحافظ عليه. يعني دي فور اني جي اوف رو. يعني ممكن اديك مساله ثانيه، ان عندك الكرنت ديستي فانكشن في الرو، ممكن تستخدم نفس السلك، انما امتى السلك تتكسر؟ لو محتاج جي رو وفاي، خلاص كده الدنيا بس، ما ينفعش اعملها. دكتور، هولد افكت وسكين افكت، فرق بينهم؟ لا، السكرين فيلد ده موضوع تاني. انتوا خدتوا سكرين فيلد فين؟ لسه ما خدتهاش. سابقين الاحداث اللي قريت عنده. خدتوا عنده ايه فين؟ لا ما خدناهوش. لا، السكرين فيلد لسه هترسوم. هو غير الهولد يعني؟ غير الهولد ايه؟ لا، الهولد افكت ده حاجه ثانيه ليها علاقه بالماجنتيك دي سي موشن بتاعت الكرنت، ان هو الماجنتيك فيلد بيغير الاورينتيشن بتاع الكرنت، الدايركشن بتاعه. بتلاقي الكرنت بدل ما هو ماشي كده هيدريفت الناحيه دي، بيستخدموه حتى في الكمية للكيس اللي هي ما بين الايه؟ تو كونداكتورز، اللي هي الريجن الثانية دي اللي هي رو أكبر من السي أو بي، أكبر من البي وأصغر من سوري أكبر من الاي وأصغر من تمام، اللي هي المنطقه دي. تمام، هيجي اخد الايه؟ الدور بتاعي، ممكن نسمي ده سي 1 وسي 2 عشان برضه ما نبقاش كونفيوز. ده سي 1، هيجي اخد الكونتور تاني اللي هو سي 2، هو ده. وبرضه نفس الايه دايركشن، يبقى ده هو الكونتور ده سميه سي 2، ويبقى عندي انتجرال نفس الانتجريشن بقى يعني. على طول بقى ممكن اكتب النتيجه اللي هي بتبقى عندي ايه بقى؟ هيبقى انا عندي انتجرال دوت بي اوف رو ب 2 باي رو بتساوي ميو نوت، اللاين كلوز في الحاله دي بتبقى كام؟ ار بالظبط. تمام؟ يبقى البي اوف رو سمبلي هيبقى عباره عن ميو نوت اي على 2 باي. طيب نيجي للريجن نمبر 3 اللي هي ما بين بي تمام؟ بين الانر والاوتر كوندكتور بتاع الاوتر كوندكتور. تمام؟ هيبقى عندي ايه بقى؟ هيبقى عندي نفس الكلام، بي اوف رو 2 باي رو بتساوي ميو نوت، لاين فلوس ده بجزئين بقى، جزء اي اللي هو جاي من الانر كوندكتور، وبعدين هيبدا اخيرا دون ايه؟ ياثر عليا. تمام؟ ليه؟ لان انا هاجي اخد دلوقتي كونتور اللي هو سي 3
اللي هو الكرنت كوندكتور، وجزء منه اللي هو الكرنت اللي راجع بقى في الاوتر كوندكتور ما بين الهندس بي لرو، صح؟ اللي هو هيبقى كام؟ شايف ماينس، خد بالك اللي هو ماينس الكرنت دنسيتي في الاريا بتاع الايه؟ انيولر دي اللي هي الاريا دي عباره عن كام؟ باي رو سكوير ماينس بي سكوير. يبقى عندي دوت ماينس اي على باي في سي سكوير ماينس بي سكوير مضروبه في باي رو سكوير ماينس بي سكوير. فده كله ايه؟ الاي انكلوز اللي عندي، تمام؟ لو جيت اوضب الكلام ده كده والاي دي اخدها بره هيتبقى عندي بي اوف رو، هيبقى عندي يو نوت اي على 2 باي رو، وهيتبقى لي هنا كام بقى؟ هلاقي ان انا لما اعمل ده سي سكوير على اي سكوير واطرح ده اي سكوير في النيوميريتور هتروح خالص، هيتبقى لي بس ايه؟ سي سكوير ماينس رو سكوير، يبقى لي هنا ترم سي سكوير ماينس رو سكوير على سي سكوير ماينس اي سكوير. لو عايز تشيك الدنيا مظبوطه تعال شوف كده عند رو بتساوي دي، يعني جاست في نهايه الريجن دي، يعني جاست تاتشنج الايه؟ الاوتر كونتاكت، هتلاقي انها الترم ده يبقى ب 1 ويديك مي نوت اي على 2 باي رو نفس الايه؟ نفس الاكسبريشن اللي فوق، تمام؟ لو خدت رو بتساوي سي اللي هي عند الاوتر ايدج هنا يبقى الكلوز كارت المفروض تساوي كام؟ سي، وبالتالي لو جيت فيلد هيبقى كام؟ سي. فلو رو تساوي سي هيبقى سي، يبقى كده انا شغال مظبوط. طبعا مش محتاج اقول لك ان الريجن بره بقى لو كام؟ بالظبط هي يبقى الماجنتيك فيلد في النهايه معرف في ايه؟ 1 2 3 4 ريجن دول ممكن تكتبه بشكل كيسز كده، مثلا نقول مثلا ان هو عباره عن مي نو اي على 2 باي اي سكوير رو، وده في الريجن اللي جوه ما بين بره وجوه. هيبقى اللي هو مينو اي على 2 باي رو، ودي دي سي هيبقى من هنا من النقطة دي مثلا للنقطة اللي هنا، والنقطة دي للنقطة دي، النقطة دي للنقطة دي. فلو برسم ال في فانكشن في الرو هلاقي في النهاية يبقى أنا عندي كذا بهذا الشكل، لو قلنا ده radius A ده B ده C، هلاقي إن أنا ما بين 0 و A بزيد بشكل مناطري بشكل لينير بهذا الشكل، تمام؟ وبعدين ما بين A ل B A بواحد على R تنزل بواحد على R أو واحد على رو، وبعدين ما بين B و C هتلاقي إن أنت بتكمل ب بس إيه؟ ب بارابوليك ماينس رو سكوير، يعني كيرف تاني كده لحد ما توصل زيرو، تمام؟ بحس إن الفرابلة ده هيبقى تاني المهم ده هيبقى شكل الايه؟ البي رو از ا فانكشن تو رو.
في الايه في الثري ريجنز اللي عندك برضه لازم ايه سكتش هو سكتش اب باين هو لينير هنا وكيرف هنا ونظر كده اهم حاجه اللي يبقى زيرو بره ده مهم وده ميزه في الحقيقه الكواكسل كيبل الكواكسل كيبل بتشيل الماجنتيك يعني انت الكواكسل كيبل دي مفيش فيه بيبقى شايفه بره خالص سواء كان الكتريك او ماجنتيك يعني حد زي دي سكراب مثلا مش هتشوف بره خالص اي ماجنتيك من الكرب اللي ماشي الكواكسل تمام بعكس البارل وايل البارل وايل لا في ماجنتيك كتير بره مش بره لان هو مش انكلوز طيب كده خلينا مسكتين النايت ده بحيث ان كل الكرنت يبقى في اتجاه الازمك او في اتجاه السيركلر كده عمري ما هوصل النقطه دي النقطه دي وانا بلف صح ولا يعني انت لو بتلف في سلك او حبل او اي حاجه لو انت مش بتشفت او مفيش بيتش ما بين اللفه واللفه الثانيه بتنقل نفسك يبقى انت مش هتتحرك من مكانك كده ولا لا؟ يبقى براكتيكال المفروض اي حاجه بتلفها المفروض في زي سلانت انجل او بيتش انجل كده صغيره صحيح صغيره جدا بالنسبه للفات يعني انت ممكن تعمل لك 500 لفه على ما تطير ملي او حاجه ماشي موافقين حسب الايه بس لازم يبقى في ترانزيشن في الايه في اتجاه الزد عشان تتنقل اذروايز هتفضل في نفس المكان ولا ايه؟ ففي النهايه ده هيأثر لك على المجنتيك طبعا ياثر ليه؟ لان هيبقى عندك كان اللفات طبعا اللسه دي اكستريم قوي كان اللفات مايله بهذا الشكل طبعا هي ممكن واقعيا في براكتيكال بتبقى اللفات مايله لحاجه صغيره قوي ممكن مش محسوسه قوي بس لازم يبقى في لفات عشان تملى او تبقى الوايندنج ده يملى لوب الزر تمام يبقى لازم في ترانزيشن من اللفه للثانيه لوب الزر طيب فهو بيعالج الموضوع ده وبيقول لك ايه الايفكت ده هيبقى قد ايه؟ فالايفكت ده نشوفه ازاي؟ ان انت لو انت بتلف حوالين زي مثلا اير كول يعني افترض مثلا ان انت جايب ورقه مثلا او كرتون بحيث انها نون ماجنتيك ماتيريال ولفت عامل الايه كويل دون عليها وماشي بالوايمنج دون مثلا عامل ان تيرنز بارتو بير يونت لينث بس واخد عايز تاخد في اعتبارك الايه الانجل اللي انت هتنكلاين بيها او البيتش انجل اللي انت هتتقل بيها من ايه من اللفه للثانيه لونج الزد اللي هو هنا بيقول لك انها افترض انها سلانتد ات انجل الفا الفا اللي هي حسب الرسمه هنا اللي هي الانجل مع الهوريزونتال تمام اتوقع الالفا دي حاجه صغيره قوي لدرجه درجتين حاجه غريبه كده زي ما بس ليتس سي انها في سلانتد انجل كده الفا تمام؟ وعايز يجيب بقى طبعا الكرنت في الحاله دي لو خدت الالفا دي نان زيرو يبقى هيبقى عندي في كومبوننت الكرنت في اتجاه الزد صح؟ فالكومبوننت الكرنت في اتجاه الزد دي هتدي افكت مختلف عن كومبوننت الكرنت الاساسيه اللي انا عامل السولونويد علشانها اللي هي المفروض في اتجاه الفار فيبقى عندي دلوقتي تو افكتس افكت للاكسل كرنت اللي هو في اتجاه الزد والفكت الايه ازمه الكرت اللي هو في اتجاه الايه الفار فعايزين نشوف التو افكت دول بيأثروا ازاي على المجنتيك فيلد جوه وبره السولونويد مش ممكن احلل الكرتس الاول ده ده اللي انا عملته ماشي ده الحل صح يعني هو طبعا في ناس هي مساله سهله طب فكروا كده طب قول لي ايه تركه طبعا الحل هو الراجل حلها حل الكرنس واحد في اتجاه الازمه واحد في اتجاه الايه عمل انا هرسم لك هو الرسمه واوضح لك ايه المقصود في كل حاجه دلوقتي طيب لو قلنا ارسم بس الايه سنوي عملاق شويه تمام كده وادي الزد اكس اهو وادي الكرنت بتاعنا اللي هو او الواي بي ماشي بهذا الشكل
الكرنت مش كله زي ما انتم بتقولوا مش ماشي كله في اتجاه الازمه، لا ده ماشي في اتجاه مايل على الازمه اللي هو قلنا الانجل دي اللي هي الفا. تمام؟ الوايندنج اللي هو مديهولي هيبقى وايندنج اللي هو اني واخد لينث جنب نورمال على الكرنت ياخد بقى النوم على الكرنت هيبقى ايه ماشي برضه كيرف كده على بس يعني بيت سي ان هو مسافه صغيره بس تحس انها واخد لينث دلتا ال مثلا تمام؟ وبشوف كام لفه على دلتا ال يبقى ده الام، الام محسوبه اكوردنج لايه الدايركشن ما هواش الاتجاه زد بقى تمام؟ يعني الان اللي محسوب ان جيفن هنا مش محسوبه كام وايندنج في اليونت لينث في اتجاه زد لا اتجاه نورمال على اتجاه الكرنت تمام؟ ففي النهاية هيبقى عندي سيرفس كرنت جي اس عبارة عن ان في اي، ان اللي هي النمبر اوف تيرنز يونيك ايه؟ لينث والكرنت اي كرنت ان وان تيرن صح؟ تمام؟ يبقى السيرفس كرنت زي ما قلنا مايل بايه؟ بانجل الفا. ده كما يجيب توتال سيرفس كرنت جي اس عباره عن ان في ار، ما اختلفش، ما فيش حاجه اختلفت. الفرق بس اتفضل. هو الجي اس ما فيش حاجه. لا الجي ليه اتنين كومبوننت لسه انا لسه هحلله دلوقتي، بقول لك الماجنتيو بتاعه ماشي في اتجاه ماشي على السلندر بس في اتجاه ليه اتنين كومبوننت، واحده في الزد وواحده في الفاي، هنيجي هنديكومبوز التو كومبوننت دلوقتي لسه هتكلم عنها. الجي اس ده اقدر احلله بالانجل دي اقدر اقول ان هو عباره عن كام؟ عن الجي اس دون بس الكومبوننت هتبقى في اتجاه الازمه هتبقى مضروبه في كوزاين الفا، كوزاين الفا اتجاه الايه؟ الفاي صح؟ مش كده؟ بلس انذر كومبوننت اللي هي ساين الفا في اتجاه الايه؟ زمان لما كانت الالفا كلها لو الالفا بزيرو كان بيطلع لنا الجي ده كله في اتجاه الفا تمام؟ في نفس الوقت لو الالفا دي 90 هيبقى كله اتجاه الايه؟ فانا حاله ان بتوين ما بين الاثنين تمام؟ فده السيرفس كانت اللي عندي تمام؟ بس كده خلاص المساله اتحلت مره عايزين نجي شوف هو تمام هو المفروض ان انا في حاله زي كده ابقى somehow confused شويه ليه؟ لان المفروض لما اقول لك number of turns per unit length وانا بعمل اتجاه مايل يبقى اليونت لينث دي مش واضحه بس المفروض ان انا ايميل اليونت لينث نورمال على اتجاه الايه؟ اللف بالظبط لو الانجل دي صغيره مش هتفرق كتير الكلام ده ليه بقى؟ لان في الحقيقه براكتيكال طبعا لو انت بتعمل ده سولونويد ما ينفعش تقول لي الفا ب 45 درجه وتقول لي ده سولونويد فالفا دي بتبقى ديجري 2 ديجري حاجه صغيره قوي فالفرق اللي هو بتاع الان دي نتيجه ان انت خدت كوزاين او ما خدتهاش تمام؟ الترم ده ماينور قوي يعني كوزاين ده قرب الواحد والترم ده هو اللي ايه؟ متفقين معاه بحاجه صغيره مش هيفرق فمش هيفرق معايا انما لو خدت اكستريم كيس لازم يبقى واضح في الحاله دي النمبر اوف تيرنز بيوتيز وات دايركشن اوف يعني هنا اي مين انها المفروض دايركشن مايل مش هو مش الزد يعني مش اقيس كده لف مش الزد واقول نمبر اوف تيرنز مع الزد وكذا ينفع هوريكم موضح تمام طيب يبقى ده جي اس طيب زي ما انت قلت كده بنحاول بقى نجيب الماجنتيك فيلد ايه كسوبر بوزيشن مره نجيبها للجي اس الكومبوننت بتاعت الفايل لوحدها ومره نجيبها للايه الكومبوننت بتاعت الزد لوحدها يبقى التوتال ماجنتيك فيلد هي ايه؟ سوبر بوزيشن تمام؟ جميل جدا طيب لو جينا نشوف الفايل كومبوننت اللي هي بتاعت السولونويد عادي تمام؟ فالفايل كومبوننت يبقى انا هاجي دلوقتي اخد ايه؟ سوبر
سوبر بوزيشن هو انفاينايت سولونويد بقى كانه انفاينايت
كوندكتور او جزء كومبوننت من الكارنت اللي ماشي عليه، الكارنت اللي ماشي في اتجاه الزد انه كانه انفاينايت كوندكتور والكارنت في اتجاه الزد. ما هو انا الكارنت كلوزد جي سيرفيس ده لما يبقى ماشي في ويذن لينث مثلا، لينث مثلا هو ماشي على اللينث ده هو كارنت جريد لينث تمام، فهو الزد كومبوننت بتاعته ماشيه في اتجاه الزد، فعشان اجيب التوتال كارنت بشوف هو اللينث اللي ماشي فيه قد ايه، فاللينث اللي ماشي عليه اللي ماشي نورمال عليه يعني اللي هو 2 باي 8 تمام، ده يديني التوتال كارنت انكلوزد او التوتال كارنت في اتجاه الزد تمام، فيديني الايه ما جبت فيه ده يبقى عباره عن الاي انكلوزد دوت على 2 باي ده كله في نيرو في 2 باي 8 رو تمام. طيب جوه بقى هيبقى بكام؟ تساوي كام بقى؟ بالظبط. يبقى لما اجي اجمع الاثنين دول يبقى البي توتال بقى كفيكتور كده يبقى جوه السولونويد هيبقى ايه؟ ده بلس زيرو، يعني هيبقى عندي عباره عن نيو نود وجي اس بقى اللي هي ان ار كوزاين الفا ده كله في اتجاه الايه؟ الزد. ده انسايد السولونويد او رو اصغر من ايه؟ بره السولونويد هيبقى برضه مجموع الاثنين دول زيرو بس ده اللي هو المفروض في اتجاه الفايز. لما جيت فيه بره هيبقى عباره عن كام؟ نيو نود برضه ان اي ساين الفا على 2 باي رو ده اوتسايد. يبقى لما جيت فيه جوه السولويد في اتجاه الاكسس زي ما هو بس ممكن يظهر لي مجنيت فيه ضعيف جدا بره السولويد نتيجه الايه؟ الانجل الصغيره قوي ودي كلمه معروفه. هو في حاجه بالنسبه كومبير المجنيت فيه اللي جوه نقي لان الكوزاين برضه الواحد بيرد زيرو ودون بيقل مع الرو كمان. ده اللي عملوه ده في الايه صحيح ان اي في ايه على رو على اثنين رو على على رو على صح في اي طبعا. واضحة كده؟ دكتور احنا لما باجي احسب الكرنت اللي ماشي اولا اي كلوز الكرنت اللي معدي ويزن الكروس سيرفيس دي اللي عندي تمام؟ الكرنت اللي معدي ماشي على ايه؟ ماشي على السيرفيس بتاع السولونويد تمام؟ فالكرنت اللي معدي لما اخد السيرفيس كده اخد في اعتباري بس الكرنت في اتجاه الزد. الكرنت في اتجاه الزد اللي عندي تمام؟ هو هيبقى عباره عن الجي اس مضروبه في الايه؟ في السيركمفرنس اللي هي ماشيه فيه النورمال على يعني في النورمال دايركشن اللي هي ماشيه فيه. يعني انا لو عندي اي سيرفيس كده على الكرنت اي سيرفيس عليه كرنت كده وعايز اشوف الكرنت اللي معدي مثلا ما بين الايه؟ النقطه دي والنقطه دي اوفر اللينث ده باجي اضرب ايه؟ باجي اضرب الجي في اللينث النورمال على ال. طيب لو الكلام ده متوزع على سيرفيس يعني هنا الكرنت كده 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 ورا برضه نفس الكلام يبقى التوتال كارنت اللي في اتجاه الزد اضرب الجي اس في البريمتر او السيركمفرنس بتاع الايه؟ السيركل يديني التوتال كارنت اللي ماشي في اتجاه الايه؟ الزد. طبعا سؤال بقى سريع كده طب الديسكونتينيتي هنا طبعا في ديسكونتينيتي في المجال في الترانزيشن ما بين هنا وهنا اتوقع الديسكونتينيوتي دي تساتسفاي فين ديسكونتينيوتي كونديشن اللي قلنا عليه؟
بالظبط اللي هي n normal plus b1 minus b2 تساوي المفروض كام؟ ميو نوت j سيرز. يعني تتوقع ان انت لما تيجي تاخد ال n normal هنا اللي هي ايه؟ اتجاه ال a لو خدت ده ال b1 ده ال b2 تمام؟ الفاليو بتاعت دي هنا دي هنا ودي هنا والان نورمال الحاله دي اللي هي تبقى اتجاه الايه؟ الاي رو. يعني تقدر تقول ان الاي رو كروس البي 1 عند ايه؟ عند رو بتساوي ايه؟ ماينس البي 2 اللي هي دي بي اوتسايد بقى البي 2 اللي هي كده بي انسايد. هو الان مش رايح لمحل الان على طول. بص هو ال n انت بتاخد دايما ال n يعني من الجنريشن الترتيب بتاع بس ال n ده كروس برودكت بتاع اللي انت رايح له كويس اللي انت جاي له بس. الاسمية ما تفرقش معايا ان هنا انا واخدها كده يعني انا بقى ال n كروس اللي هنا ناقص ده سمي ده اثنين سمي ده واحد ما يفرقش معايا ده ايه سميه اوتسايد سميه انسايد اباف بلو مش بس الحاجه اللي انا من تشاور على ده ماينس الايه اللي انا جايبه تمام يبقى ده كده يديني الايه منهم جي اكس ده عند برضه برو بتساوي يعني لو جيت هنا عوضت برو بتساوي ايه وخدت الفيكتور ده وعملت له كروس برودكت مع ايه وطرحت منه الفيكتور ده طبعا هو خلص قدامنا في الفرقه ان انا عوض برو بتساوي ايه بعد ما اعمل له كروس برودكت ايه رو مش جيت منه جي تشيك الكلام ده هو جي سيرفيس طبعا وان اوف ذا باوند كونديشن اللي اتكلمنا عنه فلازم تبقى ساتسفايد في الحاله دي لو انت شغلك مظبوط ماشي الحال دكتور يعني دلوقتي لو الصناديق 45 ماشي بتبقى 45 هيبقى الكرنت ماشي اتجاه كده صح؟ تمام الماجنتيك فيلد قصدي هيبقى كده الماجنتيك فيلد لا مش كده الماجنتيك فيلد هو ستيل دايما اكسل وبره هي الفار بغض النظر عن ليه؟ لان مش كل الماجنتيك فيلد الكمبونه بتدي فيلد يعني الاكسيال فيلد الاكسيال كرنت سوري بيدي ماجنتيك فيلد بره ما بيديش جوه والازمه في الكرنت بيدي ماجنتيك فيلد جوه ما بيديش بره. ما اقدرش اعتبر ان انا ميلت الصناعيه؟ لا ماشي يعني هو مش لازم انا مش بحط قواعد هنا استخدمها انت لازم تبقى ساتسفايد ولا لا لازم تبقى ساتسفايد لو انا شغال مظبوط لازم الكلام ده يحصل لو لقيت ده غلط اعرف ان انا عندي مشكله هنا هي الفيزيكال كونست لازم تبقى ساتسفايد بغض النظر استخدمه ايه فايده مش فايده زي كده جاوس لازم يبقى ساتسفايد بغض النظر هل هو مفيد استخدمته ولا استخدمته لما يجي لما نحتاج لا انا هنا مش محتاج طيب يقول لي determine the magnetic flux density at the point on the axis of the solenoid with radius e and length l with current i which is turns n turns what you want for it تمام وعايز بقى الاكستريم كيس لما انا ال دي تروح لانفينيتي اجيب الكيس اللي تحت الاس والواي طيب دلوقتي هو دلوقتي عايز الايه؟ ما يفيد على فين؟ على الاكسس بتاع السكون تمام؟ واضح ان انا هنا السيمتري باظ ليه؟ لان السولونويد دون بقى ايه؟ ليه فاينايت لاند تمام؟ ف يبقى اوتوماتيكال كده انسى مين؟ انسى امبيرز لو رغم ان هو ساتسفايد وكل حاجه ما حدش بيقول ان هو غلط بس مش هيفيدني ان انا اعرف انه معلومه ان فيلد على الاكل بتاع الايه؟ الفاينانس ليفل امال اعمل ايه بقى؟ محتاج ارجع للايه؟ النزول الروتس اللي هي حل مين؟ باي سوبر بالظبط عشان هو مش انفاينايت هي السيمتري جايه من هو ده السبب ان احنا دايما بناخد الكيس اللي فيها سيمتري عشان بتديني سولوشن سهل بالظبط كده
تسالش في الحل، انت عمال تسال في حاجه وانا ما بعملش اي حاجه خالص. لا انا من الاول هاخد ان انا عندي سيرفيس كارنت، مش هاخد الكلام ده لو انا هاخد فوليومتريك كارنت والثيكنس الصغير اللي بشرح بيها بس. انا مش عايز يعني مش هتحل الدراسه دي، مش هيجيلكم يعني. انا بس بشرح لكم الباوند كونديشن كان جت منين والليمت يعني، بس ده كان هدفنا. انما يالدس بوينت مش هتستخدمها في الموضوع، مش ده يعني الترانسفورميشن من فوليومتريك للسيرفيس لينير ده جاي من الكونسبت ده، انما هي حد ذاتها مش هتشوفها، مش هكتبها خالص دلوقتي. طيب نستفيد بس من دي ادي السولونويد اهو. طبعا هنرجع تاني للسولونويد، الايديا اللي بيوجه نظر ان هو وونتو في اتجاه الازو بس ملوش اكتر كومبوننت كارنت يعني تعميق. نعم؟ مش فاينايت وبرضه في اه بالظبط. لازم ايه نسهل الدنيا شويه. هو من الحاجات اللي يعني انت دلوقتي تقدر تابريشيت الابروكسيميشنز والحاجات اللي انت بتقدر تاخدها الانفاينايت كونتاكتور والانفاينايت، هي اتس امبراكتر طبعا يبقى عندي حاجات، بس هي ماتيكال بوينت بتديني السيمتري اللطيفه اللي تحل الدنيا او الاثيوبيان بيكتشر اللي انت تقدر تحلها بشكل. انما براكتيكال الواقع دايما ايه اسوء من الخيال. اوكي ولذلك احنا دايما ايه نروح للخيال عن طيب. فهنخلي ده الجزء الهابنز كده، ويبقى عندنا الكرنت زي ما قلنا في اتجاه الازيموث. هو طبعا يديني التيرنز دي، التيرنز دي مديها لي ليها نمبر فاينايت ان، واللينث بتاع السولونويد ده ال، فانا نقدر نقول اللي هو النمبر دنسيتي هي نمبر بيونت لينث. كان عندي كونتينوس كونتينوس نمبر ديستريبيوشن اللي هي الكرنت، بحيث يبقى عندي سيرفيس كرنت، وبالتالي يبقى انا عندي الجي سيرفيس اللي عندي على السولونويد دي اقدر اقول ان هو عباره عن ان واي في اتجاه الايه؟ الفاي. تمام؟ اللي هي هتبقى ان على ال في اي في اتجاه الفاي، يبقى ده الايه؟ السيرفيس كرنت ديستي اللي على الفاينايت لينس. وعايز ايه بقى؟ هو عايز الماجنتيك فيلد على الاكسس بتاع الالكترون. طب تعالى الاول نحط الكوردينتس ريليتيف للاكسس دوت. احاول اخلي الكوردينت دوت بحيث ان هو يبقى عند السنتر بتاع الايه؟ يعني في اكس ودي واي وده زد، واللينث اللي هو فوق كده فوق الزد اكسس فوق الزد اكسس يقل على 2، وفي بين الزد اكسس برضه انذر ايه هو؟ طيب وانا عايز اجيب الماجنتيك فيلد فين؟ ات اني بوينت على الايه؟ على الزد اكسس. طيب هي بص للسولونايد دون كانه كولكشن اوف رينجز. تمام؟ ان كاني بجيب الماجنتيك فيلد رينج دي ورينج دي بلس رينج دي بلس رينج دي، كل لان السولونايد ده كولكشن اوف رينجز. فلو عرفت اجيب الماجنتيك فيلد رينج واحده يبقى انا انتجريت على كل الرينجز اللي عندي، يبقى جبت كده الايه؟ طيب لو انا عندي رينج كارنت رينج يعني دي حاجه باي تو بروبلمز فوق بعض، الماجنتيك فيلد نتيجه كارنت رينج، لو انا جيت حطيت الرينج دي مثلا بوزيشن وانا عايز اجيب الماجنتيك فيلد هنا، فهقول مثلا الرينج دي برضه هاخدها جنرال بوزيشن مثلا انها تاخد انا
والدي قل دي ان كنت باجي اخد الايه كروس برودكت بتاع دي قل مع الاي ار اللي هو في الاتجاه ده فبيديني حته فيكتور صغير دي واقعد اجمع دي قل كروس اي ار على كل الاليمنتس اللي على الفيلم صح؟ هيطلع في الاخر في اتجاه الزد ليه؟ لان كل اليمنت من هنا وقصاده الماسكه الثانيه هي ايه؟ هيدي وهيدي بحيث يبقى كلهم في اتجاه الزد. فانا من الاول خالص احاول اجمع الكلام ده الزد كومبوننت بس او اخد الكومبوننت بتاع الكلام ده في الاتجاه الزد. بمعنى اخر لو انا بجيب الماجنتيك الكلام ده هاجي اقول ايه؟ البي هتقول انها عباره عن ميرو دلتا اي على 4 باي الانتجرال بتاع دي ال كروس الاي ار على ار سكوير تمام؟ طيب لو قلنا الريديوس دون ايه؟ زي دي هرجع لها تاني تمام؟ فده الريديوس بتاعنا ايه؟ يبقى الديستنس ار تبقى عبارة عن كام؟ لو ده البوزيشن بتاعي زد يبقى الديستنس ار دي اي كان سي انها عبارة عن سكوير روت اوف زد ماينس زد برايم كل سكوير بلس اي سكوير تمام؟ طيب الدي ال تمام؟ هي المفروض بالظبط في اتجاه الفار وهي في اتجاه نورمال على مين؟ على الاي ار تمام؟ لان الجزء ده لان ده نورمال على ده لان ده كله بالتالي الاثنين نورمال على بعض الكروس برودكت ده هنا عباره عن كام؟ دي ال في 1 في ساين الانجل اللي هي بايه؟ 1 فكان الماجنتيود بتاع الفيكتور ده دي ال بس هو في اتجاه في الحقيقه عايز انا الكومبوننت بتاعته مع الزد اللي هي ايه؟ كوزاين الانجل اللي فوق طيب ده كده نورمال والانجل دي لو قلنا دي الفا يبقى الانجل اللي فوق دي كام؟ 90 ماينس ماينس الفا طب الالفا دي عباره عن كام؟ او كوزاين بتاعها انا عايز كوزاين اللي فوق انا عايز ساين الفا ساين الفا بكام؟ كان عندي كده ادي رسمة المسافة دي اللي هي زد ماينس زد برايم وادي الكروس برودكت الجهة ده وادي الانجل دي الفا والانجل دي اللي هي 90 ماينس الفا وانا عايز كوزاين الانجل دي عشان اجيب الكومبوننت بتاعت اللي هي اتفقنا انها في اتجاه الزد تمام؟ كوساين 90 ماينس الفا اللي هي تديني كام؟ ساين الفا فساين الفا هي عباره عن كام؟ ايه؟ على الار تمام؟ في الحقيقه هيبقى عندي الكلام ده يبقى الماجنتيك فيلد توتال هيبقى عباره عن ميو روت في دلتا اي على 4 باي طبعا الار كونستنت وانا بجمع على الاليمنتس دي كلها صح؟ فهيبقى عندي دي على الار سكوير وهيبقى عندي دي كوزاين زي ما قلنا كوزاين 90 ماينس الفا اوكي؟ والانتجريشن بتاع الدي ال اللي هي هيبقى السمشن بتاع الدي ال اللي هي السيركمفرنس ريديوس بتاعي اللي هي 2 باي ايه؟ 2 باي ايه؟ لا نص ليه؟ ما انا بجمع كله 2 باي ايه؟ في اتجاه ايه؟ اتجاه الزد. نعم؟ زي كده بجيب الكرن دلتا اي الماجنتيك فيلد على الاكسس بتاع اللوب اللي شايله كرن دلتا اي. بس. دلتا اي ده مش اللي هو الجزء اللي ماشي في اللوب ده اللي ماشي في اللوب كله. ما هو دلتا اي ده يعني ايه جزء ماشي هو دي حته كرنت ماشيه في لوب
ليها ريديس ايه؟ ايه الوشه؟ هي ماشيه دي اهو، لان انت عندك في الكومبليت ده كده هتلاقي الانجل دي الفا ودي 90 ودول كلهم المفروض 180، فلازم تبقى 90 ماينس الفا. الـ L والـ A R والـ 90 لا، الـ D L والـ A R 90 هو ده، كأن كده يعني البلين دوت، البلين ده البلين اللي هو بيحتوي على الـ Z أكسس والـ R، تمام؟ مش المفروض نورمال على الـ Phi؟ الـ D L دي في الـ Phi، تمام؟ فهو في الحقيقة هي نورمال على كل اللاينز اللي في البلين ده، منها اللاين اللي هو صحيح، تمام؟ وبالتالي الكروس برودكت ده يبقى سيمبلي عباره عن دي ال في دايركشن ده، تمام؟ وبعدين لما جه يجمع الدايركشن ده يعني كان هو في حاله، الكروس برودكت لو قلنا ده مثلا ايه ان مثلا، وبعدين تجميعتي الاي ان بقى هي اللي بدأتني ان انا باخد الديزاين كومبوننت في الجزء. دكتور هو احنا الالفا مش برضه جرافيك اوبسيت الالفا الناحيه الثانيه لا، هي نفس الارض، كون كون لينا نفس الانجل، يعني الانجل ما بيني وبين الزد اكسس كلها عباره عن الفا، اللي هي كون انجل ما بين الايه؟ ما بين اللاين دون واي نقطه على السيركل دي. ليه مختلفه؟ هي نفس الالفا. اما لما اجي اعملها تبقى كوزاين برضه، هي نفس الافاق ودي هتفضل برضه 90 ماينس الفا، هضرب برضه كلهم هيتضرب كوزاين 90 ماينس الفا كل الالم. دكتور جمع ال نعم؟ جمع ال لحظه اللي جواه طلع ازاي برضه؟ لا، الاي ان تجميعه الاي ان احنا عملنا حاجتين، قلنا تجميعه الاي ان هتكنسل كل الهورزونتال كومبوننتس، هيبقى لي بس الايه؟ الزد كومبوننت بتاعتنا بس، تمام؟ هتدينا بس الايه؟ الزد كومبوننت بس. فطالما هتديني زد كومبوننت يبقى انا انيشيالي اخد الكومبوننت بتاعت البي كماجنتيود، فضربت ادي البي ده الماجنتيود بتاع البي، تمام؟ ادوني الايه؟ فضربت كوزاين 90 ماينس الفا وهو دي زد كومبوننت بتاعتي. نعم. الارض حتى اللي هو ايه؟ اه، ما هو اليونت فيكتور، تمام؟ ما هو يونت فيكتور المفروض دي اثنين كومبوننت، واحده كده زد واحده نورمال على الزد. انا مش انترستد في النورمال كومبوننت اللي على الزد لانها بتتجمع كلهم بيكنسلوا بعض، لان انتوا لسه دلوقتي حتى قايلين لي كل اليمنت اللي بيوصلوا الناحيه الثانيه بيديني هوريزونتال كومبوننت عكس بعض، فمن انيشال كده اجمع الايه الكومبوننتس اللي بيجمعوا على بعض بس مش بيكنسلوا بعض، اللي هو الكومبوننت بتاعته اللي هو بتاع الاي ان دي اللي هتبقى كوزاين 90 ماينس الفا في قياس ست. في كومبوننت تاني عباره عن ايه؟ ساين الفا او سوري ساين 90 ماينس الفا بس في الايه؟ في الاتجاه الريزولت دي اللي بتكنسل. دي انا ما كتبتهاش. اي مشكله؟ ايوه تمام. ايه المشكله بقى؟ مش فاهم. ما انا اخدته على طول لان انا عارف ان هو المكتوب بتاعه واحد وان انا باخد الكومبوننت بتاعته في زد فضربت في كوزاين، تمام؟ نعم. بالظبط. انا قلت عامل وجع قلب، تمام؟ فيبقى عندنا هنا كوزاين 90 ماينس الفا اللي هي ساين الفا، وساين الفا قلنا اتفقنا انها كام؟ هي ايه على الار، وبالتالي هيبقى عندنا نيو نود دلتا اي، فيبقى عندي هنا 2 باي اي سكوير على 4 باي ار بي، تمام؟ حيث ار بقى اقدر اشيلها واحط مكانها ايه؟ الكميه دي اللي هي تبقى عباره عن زد ماينس زد برايم
صح؟ صح ولا لا؟ حد كده في اي ده ايه ده لما جيت في دلتا بي مثلا طب ما انا دلوقتي اقدر ابص لحته انا ممكن ابص بقى الدلتا اي كاني خدت ايه؟ كاني خدت حته ستريب صغيره خالص كده كرنت اللي ما فيش فيها دلتا اي الهايت بتاعها دلتا زد برايم تمام والريدس بتاعها ايه وبالتالي لو انا ماشي بكرنت جي اس اتجاه الفاي يبقى الدلتا اي بتاعتي بتاع الستريب دي هتبقى كام؟ هتبقى في الجي اس في دلتا زد برايم صح؟ ايه؟ بالظبط يبقى انا تجميعي بقى كل الكونتريبيوشن بتاع الستريب فور كده من ماينس ال على 2 بلس ال على 2 دي التوتال بقى ايه؟ لما يجي التوتال اقدر اقول بس انا لما جيت قلت له وانا في الحاله دي مش عارف احسب غير على الاكس بتاعي مش هقدر احسب اي حاجه بره اه لا ما هتبقى اصعب طبعا ما هي عشان كده بقول لك على ال ما هي بص ما هي طبعا البروبلم في حد ذاتها ات اني بوينت بتبقى مهمه جدا انها تبقى الديستنس ما بينك وبين الرينج دي مختلفه والانجل دي مش ثابته ومش فعشان كده هو طلبها على زدك وعارف هو يعني بي بي زي ما بيقولوا ايه بي بيصعب حاجه ويسهل حاجه ثانيه عشان الدنيا تمشي لا سيبك في الاخر نعوض خلينا ان سبول هنا انه اي هو الجي اس ايوه الجي اس الجي اس اللي هي ان اس فور عارف الكلام ده اللي هي اللي كابتن عادي لازم احطها كده في المكان ان على عشان عادي ان اس فور ده كونست ايه مشكلة في مشكلة تحط ان اس فور ولا ايه كاش لان بتتغير ليه؟ ده السولونويد ده معمول كده بشكل يونيفورم ليه؟ لانك صغير هو انا قلت لك ان انا الوايند ده بتغير السبيسنج بينه مع الزد دي تفترض حاجه صعبه عليك لان النمبر دنسيتي في جريد لينث يونيفورم فمن اول ماينس ال على 2 بلس ال على 2 الجي اس كونستنت قيمتها ان اي بس مفيش داعي تفرض شيء ما يعني دايما الدنيا ايه سيمبليفايد دي طيب يبقى دلتا اي في دلوقتي عباره عن جي اس دلتا زد برايم يبقى هنا بقى خلي دي دلتا دي الحاله دلتا دي المفروض يبقى البي توتال هي عباره عن ايه؟ القصه دي كلها صمت اب على دلتا زد برايم اللي هي الجي اس يعني بمعنى اخر اقدر اقول انها عباره عن ميو نوت جي اس على اقدر اختصر بقى شويه حاجات في اي سكوير على 2 تمام ده كله في اتجاه الزد الانتجرال بقى بتاع مين؟ بتاع دي زد برايم على زد ماينس زد برايم ممكن تبقى زد برايم يعني مش هتفرق بلس اي اي سكوير باور بي اوفر 2 وزد برايم تبقى من ماينس ال اوفر 2 لبلس ال اوفر اي يبقى ده ايه؟ البي بتاعتنا في اتجاه الزد بهذا الشكل تمام؟ الانتجرال ده شكله مزعج شويه بس هو ايه يساعدك يقول لك يديك تلت الانتجريشن تعمل بحيث ان انت يو كان يوز الانتجرال ده وان دايركتلي بدون ما تقول بعد كده هو نفس الفورمولا بس مجرد ان انت لو قسمت على اي سكوير تمام او اكشولي على اي كيوب في الحقيقه
فتقدر تكتب الانتجرال دوت كفانكشن دي نيو مود دي اس على 2 اي في زد تقدر تمام. فهيبقى عندك البي لما تيجي تعوض الكلام ده يبقى نيو مود جي اس الاي سكوير دي هتضطر انت تعمل ايه بقى؟ يبقى ديزل برايم يبقى اسمبلي عباره عن ايه؟ في دي اكس وبعدين هتختار تقسم على ايه كيوب فهيسألك هنا انتجرال من زد برايم ماينس ال اوفر 2 بلس ال اوفر 2 اسمين بقى دي دي اكس على x minus z over l z over a plus 1 over a فيها الشكل ده هيشكل بس الايه؟ هيطلع لك نفس نتيجه الانتجرال بس بدل x هيبقى ايه؟ x minus z over a وتعوض بالليمت بتاعتك فيبقى عندي ايه؟ يبقى عندي هنا في المكان الكبير هيبقى سيمي نيو دوت جي اس على 2 جال اي زد واقدر اكتب الانتجريشن اللي هي اكس اكس هنا هتبقى اكس ماينس زد اوفر اي اوفر سكوير روت اي اكس ماينس زد اوفر اي كل سكوير بلس 1 تعوض بالليمت بالظبط كده ماينس ال اوفر 2 بلس ال اوفر اي لما تعوض الكلام دوت نعم ليه؟ يبقى ايه اللي اوفر ايه صح صح تمام يبقى ايه اللي اوفر 2 ايه وماينس ايه اللي اوفر 2 ايه اللي ايه اللي اوفر 2 ايه تمام؟ لما نيجي نعوض بقى الكلام دون هيبقى عندنا ايه؟ ال على طول ايه؟ تمام؟ سكوير روت بتاع ده يبقى ال على طول ايه؟ بلس زد اوفر ايه؟ نبدا بقى ايه نوحد المقامات دي ونجمعهم مع بعض. هي الفكره ايه؟ الفكره ان انت هل لو خدت الليمت ال تروح للانفينيتي هلاقي الايكويشن الكبير لو ال تروح للانفينيتي هلاقي الترم ده هيديك كام؟ هيدي 1 الترم ده هيدي ماينس 1 تمام؟ الترمين دول هيدوا كام؟ 2 هيديك نيو نود جي اس اللي هي الحاله بتاعت الايه؟ انفاينايت نود. لو هو اكس لو خدت الزد لازم يطلع بايه؟ عند زد بانفينيتي هيطلع بزيرو برضه. ما هي عشان يبان لك حته زد بانفينيتي يطلع زيرو لازم في الحاله تخسر الايه؟ الكلام ده مع بعض. هو الحته دي بس اول ترم بس بالظبط لان هنا في ماينس وهنا في بلس
الاستيد اللي فينا اللي عند الميو ممكن تبقى اول حته هل ممكن نختصرها بشكل اسرع؟ للاسف ما نقدرش نختصرها اكتر من كده بس هي هتلاقي ان انت لما زدت تروح لانفينيتي كده كلها نزلت لما فرانك كل ما تبعد في الزد سواء البوستيف او في النيجاتيف هتلاقي ان المجال فيه فاليو بتقل لان بالرغم انها بيبان لك ان الترم ده هو ان هو بيديك ماينس زد على الكلام ده لانه بيكنسل اوت مع الترم ده اللي هو فيه بار نفس الايه؟ نفس الفاكتور ماينس زد على زد الاثنين دول بينزلوا بعض وبيكنسلوا بعض ايه؟ لما الزد يكون تمام؟ نعم وانا هنا الجي اس مثلا في الحته بتاعتي حط ال ان في الار طبعا لازم احط دي ان اي فهتبقى عندي ان دي اللي هي ان نيو نود ان اي على اثنين لو انت عايز دي اكسبريشن بتاعت كل حاجه يبقى مش كده تمام؟ ده اخر تمام؟ ده الاكسبريشن بتاعي ايه؟ الماجنتيك فيلد اللي هو المفروض فيها الزد تعيش كله في تمام؟ هو ايه زد يعني مثلا هو انفينيتي بقى لازم ما اخدش بقى ما ينفعش اخد يعني اخد بقى ال فاينايت واخد الزد ان انا طلعت منها لقيت الفينيتي الزد الانفينيتي هتديك ايه؟ الترم ده هيبقى عباره عن ماينس ماينس زد على قيمه معينه تمام؟ الترم ده هيبقى برضه نفس القيمه ماينس زد على نفس القيمه يعني لما الزد هتكبر الترم ده سواء كان السكوير بتاعه ايه دومينيتنج زد على ايه تمام؟ فده مطروح من نفسه هيدي زيرو تمام؟ يعني كانك لو بتبلوت الماجنتيك فيلد كده ترسم دي مع الزد على الاكسس هتلاقي ان هو حاجه عامله كده ليها ستراكشر ده كل ما تطول اللينث بتاع السولونويد كل ما الجزء ده يقرب من ايه؟ من هو يبقى يونيفورم يبقى كانك بتبتدي كود ابروكسيميشن يكون فاينانس دي ان كابيتال ان كابيتال على ال اللي هي تمام؟ واضحه؟ فده ابروكسيميشن للان فاينانس كويس ويحل بروبلم سيرفر طيب انا بتكملوا بقى مع الباشمهندس وعايزين تحلوا بروبلم سيرفر دلوقتي تطلعوا حاجه من ال اوبشنز جمال هو بيكلمني دلوقتي انا هقول بس ايه احلل له 7 ان هو يستلم لا هكمل معاك كله؟ طيب احل 7 اصل ده كله حل زبن وهو يكمل معاك ويظبط الديستنس ما بين التو كويلز دول ساتش ذات ان هو يماكسمايز الفلاتنس او يعني مع اخر يخلي الايه الماجنتيك فيلد على الاكسس بتاع الايه بتاع التو كويلز دول يبقى ماكسيمم قرب الايه الميد بوينت اللي هي ما بينهم لو الديستنس دي مثلا يبقى عندي دي على 2 يبقى ماكسيمم فلاتنس فبيخلي السكند ريفيتيف بتاعت الماجنتيك فيلد مع الزد هنا بزيرو فبيبقى اول ديريفاتيف نون زيرو في الدي مع الزد هي الايه فورث ديريفاتيف انت عارف لما عندك فانكشن عايز تعملها تخليها فلات تخلي ايه اول حاجه تخلي الفيرست ديريفاتيف بزيرو يعني دلوقتي عندي فانكشن كده تمام عشان تبقى هوريزونتال كده الجزء ده البيك ده يبقى فلات هو انا عشان يبقى بيك كده يبقى الايه الدريفت الاولانيه زيرو لو عايزه يبقى فلات اكتر
تمام؟ بخلي كمان السكند ديريفيتيف يبقى زيرو، يعني ايه؟ بالظبط كده. ليه جاي الكلام ده منين؟ الكلام ده جاي منين؟ ان انت لو بتكسباند حوالين الايه؟ الزد نود دي اف اوف زد، فبتقدر تقول ان هو التيلر اكسبانشن بتاعها هي اف اوف زد نود بلس دي دي اف اوف زد نود على دي زد عن زد نود في زد ماينس اي زد نود. عشان تبقى كونستنت كفيرست ابروكسيميشن لازم تلاقي ايه؟ زيرو. كسكند ابروكسيميشن لازم كمان يبقى ايه؟ زد ماينس زد نود سكوير على فاكتوريال 2 في دي سكوير اف اوف زد باي دي زد عن زد نود برضه يساوي كام؟ وهكذا. يبقى كل ما هتزود الفلاتنس كل ما الهاير اوردر ديريفيتيف للاف اوف زد عند النقطه اللي انت بتعمل لها فلاتنس دوت يبقى الديريفيتيف بتاعتهم بتساوي كام؟ فهيلمونت سكوير ده بيحقق لك الحكايه دي ان هو بيخلي لك السكند ديريفيتيف بتاع البي والزد زيرو عند الميد بوينت بين الايه؟ التو كويلز. تمام؟ ازاي بقى الكلام ده؟ هو دي ده يعني ده الكور بتاع المساله. فهو يبقى عندك كده قدرت تحصل على ماكسيمم فلاتنس للماجنتيك فيلد في الريجن دي. ليه؟ عشان لما اجي احط اكسبيرمنت ما انا هحط حاجه في الايه في الماجنتيك فيلد ده الحاجه دي ليها اكستنشن في الزد يعني مش حاجه زيرو يعني ملهاش ليه فكره. فعشان تبقى الماجنتيك فيلد اللي هي اكسبوزد ليها في الريجن اللي هي فاينايت زد دي تبقى اولموست كونستنت يبقى لازم يحقق الايه فلاتنس دوت. تمام؟ طيب احنا بقى ده هدف البروبلم دي. فبيقول لك ايه؟ عندك تو ايدنتيكال كويلز الاثنين زي بعض نفس الكرنت نفس نمبر اوف تيرنز نفس الريدنس وسيبريتد بديستنس دي. تمام؟ وراسم لك الفيجر بتاعهم ممكن نرسم حاجه احسن من كده هنا. تمام؟ وعنده كرنت اي ماشي ان في كل كويل. تمام؟ سيم دايركشن فايند الايه الماجنتيك فيلد ات ميد ات بوينت ميد واي بتوين الايه الكويلز اللي عندي. تمام؟ أول حاجة بيقول لك هتشو إن الإيه؟ إن الـ first derivative هي already في زيرو. تمام؟ يعني طالما هتحطها في دي في حاجة جاية من السيمتري اللي هي الجزء بتاع الـ إن الـ first derivative في زيرو دي جاية من السيمتري إن دي بي باي دي زد أو دي بي باي دي إكس هتبقى في زيرو في الحالة دي. بعد كده عايز بقى عايز بقى إن إيه؟ إن كمان ان السكند ديريفيتيف هي كمان ايه؟ ازاي يحققها نفسي او ايه الكونديشن او السبيسنج دي ساش ذات السكند ديريفيتيف كمان هي إيه كمان ايكوال كام زيرو. تمام؟ طيب إيه الكويل لوحده احنا اوريدي استنتجنا الماجنتيك فيلد بتاعه فممكن نكتب النتيجه على طول مش محتاجين ان احنا نوجع دماغنا تاني ولا محتاجين تاني مش محتاجين. طيب هاجي اخد التو كويلز ازاي؟ يستحسن ان انا هو عامل هنا اكس اكس احاول التزم بالايه بالفورمز اللي هو عاملها فادي اكس اكس دوت عندنا كويل احطه مثلا عند ماينس دي على 2 احاول اخليه يحس ان دي مجال في اتجاه الايه؟ ده بس مدون فاحفظه مجال في يعني بوست اكس يعني طريقه مجال في ازاي كرم ديت كده تحس ان انا لما يبقى عندي دي مجال في هذا الاتجاه نفس الكلام احط كويل تاني في نفس الايه دايركشن الفرق بين التو كويلز بس هو البوزيشن بتاع كل واحده. طيب ده هيقول لي ده الاورجن بتاعي ده المكان ده اللي هو قلنا عند ماينس دي اوفر 2 المكان ده هو انا عند دي اوفر 2. طيب انا دلوقتي هيجيب لي الماجنتيك فيلد عند اني بوينت اكس مكان كنت عشان اجيب اني بوينت اكس الماجنتيك فيلد الكويل الاولاني ده نكتب كده النتيجه بتاعتنا
محتاجين بقى ان احنا نعمل ديريفيشن تاني هاخد النتيجه على طول. واولا هي لما في دي اكس هنا على كده من قبل كده يبقى البي هتبقى عباره عن نيو نود ان في اي اللي هي التوتال كرنت اللي ماشي في الكويل دوت على لا هم بيشوفوا بعض فمفيش داعي ان انا اوجع دماغي يعني هو بيشوف كده يعني كل جول ان اي كويس عادي زي الحلقه اللي كنا عاملينها دلوقتي بس هي صغيره كده عادي بس واير تمام وليها نمبر اوف تيرنز ال اي فبكتب النتيجه على طول بحاول افتكر دلوقتي يعني ممكن حد يساعدني من مين بس انا بتاعت هي كان هنا 4 باي ار سكوير ساين الانجل كان هنا لو قلنا الراديوس بتاعنا هنا ده بي الساين انجل دي هتبقى دي على ار تمام بس كده 2 باي لا لا ما خلاص ما فيش 2 باي بقى ما هو في السيرفس كلام في الـ في العاف في الجانب بتاع الاريا اللي هو 2 باي صح؟ يبقى نيو نود ان اي على 4 باي ار سكوير في اوفر ار في 2 باي بي ده كله في اتجاه الري اكس اللي هي بتديها الايه تمام؟ الار هنا بقى بالنسبه تفرق من واحد للتاني بمعنى اخر انا اقدر اقول ده بي 1 ده يبقى ار 1 دي تبقى الديستنس ار 1 حلو الكلام؟ وبي 2 يبقى نفس الكلام بس بدل هتبقى الديستنس بتاعتي ار 2 تمام؟ الفكرة كلها ان لازم بالظبط واحدة في اتجاه البوستر واحدة في اتجاه الايميل. طب تعالى خلاص اول دي 1 دي اكتبها. يعني لو بجيب في ايه؟ الاكس ميد واي او ان بتوين ماينس دي على 2 بلس دي على 2. نعم. ماشي هي مش كويل؟ يعني واخدها دي. ما هو كويل ده هو في ايه؟ ما هو كويل الله يخليكم البتاع يعني عايزين نفهم تقعد تسأله هو مش كويل ايوه كويل لا ده كده سرويد بتفهم الكلات سرويد عملنا بس كنا جبنا اكسبريشن بكويل بدلتا ار ده اللي في الاول ايوه تمام فبستخدمها على طول الترنس فوق بعض مش طبعا ما بس كده فيبقى عندي هنا الار 1 الار 1 هنا تبقى كام؟ لو دي اكس المسافه دي دي على 2 تبقى اكس بلس دي على 2 سكوير بلس دي سكوير يعني سكوير روت اكس بلس دي اوفر 2 نعم ليه؟ كانت كده لا كانت زي جاي من ورا زي جاي من قدام بص هو انا عامل نفس الميكرو كده شويه ده اللي جاي قدام تمام دي جاي من ورا كده بس الاكس ده فيبقى انا عندي في 1 سيمبلي هتبقى هقدر نكتب الكلام دوت نيو نود ان يبقى انا خاطر 2 نيو نود ان اي في بي سكوير على 2 السيم اللي هيفضل هنا 1 اوفر ار 1 كيو اللي هو
تمام؟ البي 2 بقى الماجنتيك اللي جاي من كويل نمبر 2 يبقى ده 1 ده 2 هيبقى نفس الكلام بس بالماينس. دكتور سوري يا جماعه نفس الكلام بالفصل. تمام على نفس الكلام
اللي هو في النهايه ممكن اكتبها ار 1 ودايما كل ما اجي اعمل دريفيتيف لار 1 اروح اعمل ايه حركه تمام بلس الترم الثاني اللي هو هيبقى عندي كام نفس الكلام برضو بس هيبقى عندي ماينس 3 اكس ماينس دي اوفر 2 على ار صح تعال اعوض باكس بايه بزيرو تطلع كام نعم هي ار 1 وعطفه بدل ما اقعد اكتبهم كيو ار 2 دي ار 3 فاقدر اخد اثنين كومن بره
هو عشان في ديفرنت اوردر تمام ما انا ده اللي هعمله فعلا بس ايه تديني كام نيو نود ان اي بي سكوير وزي ما بيقول زمان اقدر اخد كام ار تو ذا باور 7 كلها على بعض اخدها جراها بره خالص هما الاثنين قد بعض بقى عند اكس كام عند اكس زيرو يبقى هنا ايه ادي الاثنين فده ماينس 3 ماينس 3 في كام في ار سكوير لا ما انا خدت 2 بلس 15 تمام اكس بلس دي على 2 هي اكس بزيرو الكلام دون يبقى انا عايز دون دي سكوير او دي اوفر 2 كل سكوير بلس دي سكوير تساوي 5 دي اوفر 2 كل سكوير يبقى من هنا يبقى يطلع لي المفروض 4 دي اوفر 2 كل سكوير بتساوي دي سكوير يعني يطلع لي المفروض دي بتساوي ايه؟ تمام؟ يبقى لازم الديستنس ما بين التو كويس تساوي الراديوس بتاع ايه؟ بتاع الكويس دوت عشان يبقى عندي الماجنتيك فيلد ايه؟ السكند ريبت بتاعه زيرو وبالتالي يبقى ماكسيم ماجنتيك فيلد بلازما ودي اللي هيلموت عمله ان هو بدا لما يعمل الاكسبيرمنتس بتاعته وضغط الايه؟ الكويس دول الديستنس بينهم ايكوال الراديوس بتاع ايه؟ بحيث يديني ماكسيم فلاتنس اللي هو لون الاكس. واضحه؟ ده الطلب الاخير. ده الطلب الاخير.